أجواء من هنا من مدينة طنجة من الجيرة لجوج، أجواء رائعة. المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني ضربة جزاء للمنتخب الإسباني ولا ضيعوها. المنتخب الوطني المغربي، الأجواء رائعة يا شباب. أمام قهوة ألماس، ضيعة واحد تكرار الحارس. واحدة هي على ماركة وصل. شكرا شكرا تورطيري المغربي، شكرا. وين هذه هي الكرة ولا فال؟ طيروا اسبانيا احسن حال. وي بنادم كيدير معاهم عطيات ما شاء الله. الف مبروك للمنتخب المغربي. دابا غتشمخ في الخارجة دابا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع الإخوان الأعزاء. مبروك للمنتخب المغربي، لقد فاز على المنتخب الإسباني بثلاث أهداف لصفر. المنتخب الإسباني والمنتخب المغربي، واليوم غنمشيو باسيون تحتفلوا حتى حنايا بالمنتخب. غنعودو المدينة والف مبروك الف مبروك الف مبروك للمغاربة وجميع المسلمين. نحن الآن نمثل، ليس نمثل المغرب فقط،
المنتخب المغربي يمثل جميع الأمة الإسلامية. الحمد لله. ويلتي هاد الشوارع كانوا خاوين أخوتي كتراه، والله العظيم إلا فكروني بديك الأيام كورونا، ولكن دابا تبارك الله الدنيا عامرة وكل شيء هو من جهة المدينة، كل شيء هو من المدينة. هذا ابني مكادة بن شعيري، بارك الله الدنيا كيفاش عام. الدنيا عامرة اخوتي كسرى، الدنيا فلاح ما شاء الله. الدنيا امطار تقى يا شباب، نوز المغربية واد. ما شاء الله، هذا هو المنتخب المغربي يا شباب. ما شاء الله الأجواء رائعة في مدينة طنجة. هذه بني مكادة يا شباب، هذه بني مكادة يا شباب. هذه بني مكادة يا شباب، بني مكادة. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر، كل شيء فرحان ما شاء الله. وألف مبروك لكل العرب، لكل المسلمين ألف مبروك مرة ثانية، ألف مبروك. كل شيء واد المدينة، كل شيء المدينة، الشباب اللي كتشوفوا كل شيء المدينة. الحمد لله، إن شاء الله غنديو الكاس إن شاء الله. أجواء رائعة وأجواء أكثر من رائع، أكثر من رائع.
مبروك للمنتخب المغربي. ألف مبروك للمنتخب المغربي وألف مبروك للجميع. المنتخب المغربي فاز بثلاثة أهداف إلى صفر على المنتخب الإسباني، فازوا بضربة الجزاء. الدنيا عامرة هنا، دمنا هنا يا الدنيا عامرة. لكن هذا التصرف هذا ماشي هو هذاك. مباشرة من مدينة طنجة يا شباب، الشعب المغربي يحتفل، تحتفل بالفوز المنتخب المغربي. ما شاء الله ما شاء الله. الدنيا محيها، أي كاملين اجتمعوا في ساحة الأمم، ساحة المدينة تما اجتمعوا كاملين. كلشي ماشي غيتجمعو في ساحة الأمة.
انا نعمل باسيو من ساحس ونطلعو بحالنا من ساحس قوم. وبحيحة الدنيا يا شباب، ألف مبروك. دنيا فلان هنايا. رياض تطوان عامر دنيا فلان. لا هو البنت بنت كبار كل شيء يا غوتي، كل شيء فرحان، كل شيء والله يدوم فرحان ان شاء الله. الجنسية طالعة فوق يا غوتي تحت الطوموبيل، أبلوكا وهاي وديها، أبلوكا وهاي خاي. السلام عليكم فلقة وزيان، ألف مبروك لك. الجار جاي يفك. الجاب جاي يفك، الجاب جاي يفك. زيد 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 ارجع. زيد ارجع الخو. زيد ارجعوا. الدنيا فلان يا شباب. ما شاء الله أجواء رائعة في مدينة طنجة. الآن الشباب والشابات يحتفلون بانتصار المنتخب المغربي. شني دولا دمية وديع او حنا لا
الله عليك. هايدا هايدا ما شاء الله ما شاء الله. كل شيء فرحة الحمد لله. ما شاء الله المنظر أكثر من رائع يا شباب. بارك علينا اخوتي نشوف حالنا. اوه شعلوا يا وليدي ما شاء الله. ألف مبروك للمنتخب المغربي. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. الاجواء رائعه الناس باقيه وادين على رجلو ما عرفتش ني بنادم هواد اخوتي مدينه غطرطه واش من الشغل عندهم يحتفلوا تاع الصباح ويطلعوا بحالهم. الله حفظنا حفظ الجميع هادشي اللي غنقول. هذا السكر
تبارك الله شنين بنادم يا غوت. وعطياتهم ذاك هاي حد سينما طارق بلان بلان الخوة ديالي سينما طارق بلان وبلان ما الذي حدث هنا الشغب ولا فين اخي غالي بحي حي على غاية الخوة كيس عم كل شي مزيان دخل بعز ام حي حي كاينين الدراوش اللي كيحتفلوا غير هنايا يا عمو هذا الدنيا فلان يا شباب.